مكان جميل، منتجع كاميليا بالأحساء، له قسمين، قسم رجالي وقسم نسائي. كل قسم له كراج وبوابة منعزلة، كل قسم يتميز بنفس الخدمات. يعني القسم الأول مطبخ، مجلس، دورات مياه، مسطحات خضرة وجلسات خارجية وألعاب. القسم الآخر كذلك نفس الحكاية، المسبح مشترك بين القسمين. أيضا مثل ما أنتم شايفين هنا المسبح، لا باب على قسم النساء ولا باب على قسم الرجال، طبعا في مفتاح. وهنا الباب المشترك بين القسمين، ويحق للزبون حجز قسم واحد فقط لو حاب أو لو كان عددكم قليل. إن شاء الله تبارك الرحمن. المنتجع مليان إضاءة، تجون بالليل أموركم طيبة، لا حد يقول ظلمة، مليان إضاءة تبارك الرحمن. هنا الجلسات الخارجية والشلال ومسطحات الخضراء، وأيضا الألعاب للأطفال مثل القسم الآخر. ومثل ما قلت لكم يحق للزبون حجز قسم واحد لو ما بقى القسمين. أيضا هنا قسم الرجال موجود المطبخ بكامل خدماته. وهنا بالزاوية الباب الفاصل بين قسم الرجال والنساء لو أخذتوا المنتجع بأكمله. ما شاء الله المطبخ متكامل، المسبح أيضا، العين عين موية مثل ما قلت لكم، وما يتعبأ إلا لما يجي الزبون يحدد اللي هو يبغاه. وأيضا هنا الأبواب الفاصلة لكل قسم، في باب على المسبح. وهنا القسم الآخر من منتجع كاميليا، قسم الرجال ما شاء الله. طبعا هنا ساحة فاضية في المدخل وأشجار، طبعا هذه الساحة مواقف سيارات لو حبيتوا، أجواء جميلة لا تفوتكم. أيضا هنا متوفر غرفة نوم، شوفوا الأشياء الحلوة والجو الجميل، تنويه. وأتمنى من الكل يحافظ على المنتجع اللي يروحه مثله مثل بيته. طبعا هنا الجلسات الخارجية والمسطحات الخضراء والشلال. هنا الجلسات الخارجية والمسطحات الخضراء، شيء جدا جميل، حاط بكل موقع ثلاث نفايات عشان الزبائن يحافظون على النظافة. أيضا هنا شلال ألعاب، وهنا الساحة مواقف سيارات، ممكن تشيل حوالي ثلاث أربع سيارات. أجواء جميلة، النظافة مطلب أساسي، حتى الأرض ما شاء الله نظيفة تلمع، وما شاء الله من دخلت وريحة التعقيم موجودة، يعقمون بشكل دوري واحترازيات ماخذينها بعد كل زبون، في تعقيم وتمريض مستمر على كل المنتجع، جلسات، دورات مياه منتج كرامة، المسبح، يعني أموركم طيبة. نجي هنا المجلس الرجالي ودورات مياه أنت الكرامة، وبسم الله ما شاء الله المكان واسع مثل ما أنتم شايفين. هنا شاشة بلازما بالمجالس كلها، هنا الجلسة كبيرة تبارك الرحمن، تكييفات لا يعلى عليها اللهم صل على محمد، باردة
هذا اللي نحتاجه احنا فترة الصيف، وريحة التعقيم ما شاء الله شايلة المكان. هنا دورات المياه قسم النساء، وشي جميل وضع استيكرات على كل قسم تعريفي. وهنا المجلس النسائي، بسم الله خلونا نشوف. تبارك الرحمن، المكان بارد جميل. مهم جدا في المنتجعات ان التكييفات تكون باردة خاصة بالاجواء الحارة اللي عندنا. هنا مجلس قسم النساء ما شاء الله مثل ما انتم شايفين، هنا واسع نظيف، في طاولات أهم حاجة موجودة التفي، وموجود هذه الطاولة للحفلات بدل ما أنتوا تأجرونها 150-200، وموفرة لكم فقط تجيبون القماش عليها.